قاعد يدخن 24 ساعه ويعشل معليش فتره مراهقه وتعدي، ولد يرجع 3 الليل، اخوي يرجع 3 عادي فتره مراهقه يا اخي، قاعد يشبك بنات ويقول لك حيا ومشخره، فتره مراهقه وتعدي. انا اشوف اكبر كذبه اعلاميه مضت على الامه الاسلاميه هي قضيه انه انسان مراهق ومو مراهق. انا ما اتكلم على المصطلح التربوي المراهقه وين يحطوه، لكن اتكلم على توظيف هذا المصطلح هنا عندنا احنا كمسلمين. احنا كمسلمين ما عندنا شيء اسمه مراهق مو مراهق، احنا عندنا الانسان يتكون من مرحلتين، طفل ثم بعد ما يصير طفل يبلغ يصير انسان مكلف، والمكلف هو البالغ العاقل، فتره الرشد خلاص يكبر عقليا وينضج بدنيا الى اخره. اما انك تقول لي سن طيش وسن مدري ايش ومعليش اتحمل، لا يا حبيبي هذا الكلام ابدا غير صحيح مطلقا ابدا. يقول مثل هذا هو كذب على الأمة الإسلامية، لأنه هذا إذا مات اللي بلغ الآن إذا مات يحاسب الله عز وجل ويقال الصلاة على الرجل لا الطفل أو المراهق. معليش خلنا نتنزل لهم شوي، إذا كان هذا سن مراهق أو طيش الله يحملنا ما لا نطيق وهم بالغين. الأمر الثاني، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يولي أسامة بن زيد جيش عظيم كبير وخلفه من خلفه من كبار الصحابة وعمره 18 سنة بس؟ كيف سعد بن أبي وقاص عمره 17 سنة وأول مرة ما سمن في سبيل الله؟ كيف الزبير بن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 15 سنة؟ كيف القاسم بن محمد يفتح بلاد السند وعمره 17 سنة؟ كيف الأرقم بن الأرقم يعني يجعل داره مدرسة للنبوة وعمره قرابة 16 سنة؟ خدعونا ومرروا لنا كذبة المراهقة حتى لا يخرج جيل يقتدي بهؤلاء العظماء. أعظم هزيمة حصلت للأمة الإسلامية اليوم انحطاط الهمم، وإذا الرجال عمره 30 أو 50 سنة وعنده طيش يقولون مراهقة متأخرة. هم ما يبغون من جيلنا جيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا التيك توك والسناب والمسخرة بس. ذلك نختم برسالتين، الرسالة الأولى للمربين، حاول أنك تربي رجل لا ذكر، حاول أنك تخرج رجل يحمل هذا الدين وعقيدة تمشي على وجه الأرض. والرسالة الثانية لإخواني الشباب، مهما طحت ومهما عصفت بك تيارات الشهوات والشبهات يمين ويسار، ارجع إلى الله عز وجل واقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وعظماء أمتك. ترى أنت مسلم، ارفع راسك أنت مسلم، افتخر بأنك مسلم، افتخر بأنه من أجدادك محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، افتخر أنه في يوم من الأيام أنت كنت تحكم قرابة الأرض كلها إذا ما خانتني العبارة، افتكر أنه أنت كنت تمشي يوم وكانوا الغرب يجون عندك لين عندك هنا في الحجاز وغير الحجاز، كانوا يقولون كيف حالك، هم اللي كانوا يتفاخرون بلغتنا مو حنا الحين اللي نقول How are you what's your name. فالله الله بالعودة والتمسك بهذا التاريخ، لأن التاريخ مدرسة تصحح لنا الأخطاء وتقوم لنا هذا الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.